بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن نوع من أنواع الاختبارات المتواجدة في ضمن يعني الاختبارات التي يجريها الطبيب المتخصص مثل طبيب النساء والتوليد أثناء فترة الحمل للمرأة الحامل، مثل اختبار قياس نبض الجنين بدون جهد. أيضا يتم إجراء هذا الاختبار بعد الأسبوع 28 لمتابعة يعني صحة الطفل داخل الرحم، يعني فيساعد هذا الاختبار على التعرف على إذا كان الطفل يعاني من أي يعني ضائقة صحية مثل نقص الأكسجين داخل الرحم. وأيضا يتم وضع حزام على يعني بطن الأم لقياس معدل يعني ضربات قلب الجنين بناء على استجابة يعني استجابات حركية لهذا الجنين. وأيضا اختبار قياس نبض الجنين بدون إجهاد يعني أو جهد يجب يعني الحرص عليه جدا، لهذا يعني ممكن نعرف أسباب كثيرة جدا للأمراض مثل أسباب التخلف العقلي أو أسباب صعوبات التعلم لهذا الجنين بسبب نقص الأكسجين أو نقص كمية الأكسجين لخلايا الدماغ يعني للجنين. ممكن أن يعني تتعرض خلايا الدماغ لنقص كبير جدا يعني للأكسجين، مما يؤدي إلى نوع من أنواع التخلف العقلي للمخ. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.